اكيد شفتها في الصنعة قبل باللون الاورنج، اخذته باللون الاصفر لانه كثير عجبتني النقش اللي فيه، قماشته ناعمه كثير، بس والله اعلم فيها شويه لينن، فغالبا غالبا انها رح تجعلك على اللبس. وشغله ثانيه انه هو كثير شف، انا لابسه تحته شلحه، الشلحه باخذها من ماركس اند سبنسر او من فساتين البيض اللي بيجوا معاهم اوريدي اندر دريس، فانا لبقت مع هذا اللون الازرق، بس فيكم تلبقوه مع أصفر أو مع بيج. حبيت أورجيكم الفستان، كتير كتير لطيف، هو زي كأنه كريب ساتان، وفي عليه حركة لطيفة على الإيدين. لونه ممكن تلبسه مع كتير أشياء، أنا حبيت ألبسه مع بيجيات، حسيت إنه بده منظر إليجنت، بس أنتوا فيكم تلبسوه ممكن على رمادي فاتح، ممكن تلبسوه على أبيض، رمادي فاتح ممكن تلبسوه على أبيض، وممكن تلبسوه على البيجيات زي ما لبسته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.